فاجئونا بكرة طويلة كانوا كيسقطوا على إثرهم، جات ضربة الجزاء. أن يعني ملي كيبقاو يطيحوا كرات عشوائية كيوقع كفوياج، أظن بأنها كانت متكافئة يعني للفريقين، كان أي فريق ممكن ينتصر اليوم. كي الحمد لله هي نقطة بطعم الفوز، لأنه إلى قارنا ما بين الفريقين شتان بين الفريقين، فبالتالي احنا نقطة بالنسبة لنا بطعم الفوز.